نيجي للأهم، ويمكن ده اللي دايما كل يعني أنا عارف مثار اهتمام كل الزملاء، الاتفاق المالي. ما هو الاتفاق المالي لهذه الشراكة وهذه الصفقة؟ الصفقة زي ما قلت لحضراتكم هتتضمن شقين، شق جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع. طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه. نأتي للشق المالي اللي هو المقدم، سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار. هيقسموا على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار. وعشان أشرح لكم تفاصيلهم حتى هيبقوا عبارة عن إيه، بالنسبة للدفعة الأولى اللي هي العشرة أو الخمستاشر مليار، ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الشركة أبو ظبي القبض عن جزء من الودائع اللي كانت موجودة في البنك المركزي. إحنا عندنا ودائع هنا في البنك المركزي 11 مليار دولار للدولة الإمارات، فحنستخدم في الدفعة الأولى خمسة منهم، حيحولوا من دولار إلى جنيه مصري عشان تستخدمهم شركة أبو ظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، وبالتالي كده بيدخل استثمار أجنبي مباشر إجمالي 15 مليار في الدفعة الأولى. بعدها بشهرين 20 مليار، عبارة عن 14 مليار سيولة هتأتي مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع اللي هو الستة. يبقى احنا كده بنتكلم على 24 مليار سيولة مباشرة جاية، بالإضافة لل 11 مليار اللي كانوا موجودين كودائع وموجودين عندنا، هيتم تحويلهم في البنك المركزي بالجنيه المصري، والدقوا البنك المركزي بيتحصل عليهم، والمبلغ المعادل بالمصري هتستخدمه الشركة في تنمية المشروع، وبالتالي ده هيبقى استثمار. من الوارد ان حضراتكم تسألوا طب ال 11 مليار دول ما هو كانوا موجودين جوه البلد، لكن لا، دول كانوا ودائع والتزامات على الدولة المصرية لا تستطيع التصرف فيهم. الأهم، دول كانوا مسجلين جزء من الدين الخارجي اللي على مصر، فبالتالي يبقى معنى كده إن المبلغ ده كله حينزل من الدين الخارجي ويتاح كسيولة للبنك المركزي عشان يستخدمه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي اللي احنا كلنا بنعاني منها.